الأشباك من مدينة وجدة، حاصل الإجازة في الاقتصاد، والآن راني داير ليستا في الدبلوم دو جيستيون دوزيام اني إن شاء الله. بالنسبة للموهبة ديالي، عندي ما عنديش موهبة واحدة محددة، يعني عندي زاد المواهب، من بينها كاين الغناء، كاين المسرح، كاين الرسم، ولكن دابا في هاد اللحظة هادي راني انتريسي على الرسم. يعني من صغري وانا كنت كنرسم، وخا انقطعت واحد المدة، وهي موهبة وانقطعت واحد المدة، والسبب ديالي هو الوالد ديالي كان قال لي كنت شريت الصباغة وكذا وحطيتها لمدة 4 سنين ما قصتهاش، حتى قال لي الوالد ديك الصباغة تقضيت تما علاش شريتيها هذيك الساعة، وانا كومونسي بديت كنصبغ في الدار في البيت ديالي، والحمد لله دابا راني بديت بالبيت ديالي، دابا راني كندور في وجدة. كان في المدرسة، بدا في المدرسة ديالي، كنت ملي كنت صغير كنت كنرسم للدراري الصغار وكيعطوني ملونات وكذا، كانت ديما لاتروس ديالي عامرة فهمتيني. من تما بديت كنرسم في الورق، وتعلاش ما نجربش رسم في الحيط. الوالد ديالي كانت باش نقنعو باش رسم في الحيط كانت صعيبة شوية، ولكن من شاف كان سافر وحاولت رسم في الحيط بدون العلم ديالو، ومن رسمت جا جبو داك الشيء قال لي كمل الله يسخر. معيقات ان بعد اي بلاصه كتمشي ترسم فيها الا خاصك لوتوريزاسيون، باش تجيبها هنايا، واخا كتبغي دير انت شي حاجه كتبغي تعطي لهاد الدوله هادي، الا هي ما كتساعدك ما كتساعدكش باش توصل داك الشيء اللي بغيت، ديك الرساله اللي بغيت. عاش الرسم راه فن ورساله في نفس الوقت، يعني الا بغيتي الانسان ماشي هي كيجي وكيرسم، يعني خاصك يوصل واحد الرساله للاخر. الانسان من يجي يوقف حدا ديك اللوحه ديالك كيحس بان راه كاين شي حاجه، ما كاين لا دعم لا مجي بكري، كلشي الهضره. راه شحال من جداري كنا باغيين نديروها في الشارع العام وكذا، ولكن ما كنلقاوش الدعم. كون كانوا كيدعمونا ولو بكلمه مزيانه، كره ماشي محتاجين في الماديات، ولكن ولو يدعموك هي بكلمه مزيانه، حنا ما لقيناش داك الدعم. يعني هي كان رسمه وصار. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رشيد المحفوظي، مهندس معماري، مدير المعهد المتخصص للاشغال العموميه بوجده. وهذه الفرصه اللي عطتوني باش نقول كلمه في حق مصعب. اولا مصعب هو شاب من شباب وجده اللي تعرفت عليهم في اطار جمعوي معين، وبان لي بانه انسان طموح وانسان مبدع، وبقى التواصل معاه لمدة طويلة، دابا تفوق 4 سنوات أو 5 سنوات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.